السلام عليكم. لما قلنا من يومين على صفحتنا على الفيسبوك بنجهز لك مفاجأة، كان قصدنا على الفيديو ده اللي هو فيديوهات سلسلة التأسيس من البداية حتى الاحتراف، واللي ان شاء الله في اخره هتكون قادر انك تكون جملة صح لغويا ايا كان نوعها، وانك تتواصل مع الغير سواء كتابة او شفويا. الشيتات اللي هستخدمها في الشرح هسيب لك لينك تحملها ملف PDF في الوصف اسفل الفيديو، وكمان هسيبها لك صور على البيج بتاعنا على الفيس وكمان الجروبات التعليمية المختلفة عشان الكل يستفيد منها. فيديو النهاردة هو فيديو ما قبل البداية، ما تتوقعش برغم طول الفيديو ان هشرح لك حاجة جديدة. انا بس في فيديو النهاردة هعرفك على اجزاء الجملة، يعني ايه فعل، verb، اسم، noun، ضمير، pronoun، رابط، conjunction، اداة، article، صفة، adjective، ظرف، adverb. يعني ايه فعل في المصدر وفعل مضاف له ing، يعني ايه التصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث. لو انت عارف الحاجات دي كويس فانت ممكن تقفل الفيديو وتتابعني من اول الحلقة التانية. بس استنى قبل ما تمشي، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان كمان يوصلك اشعارات بالفيديوهات اللي جاية. دلوقتي علشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدأ الفيديو الاول من السلسلة. زي ما قلت لك في مقدمة الفيديو، الهدف من الكورس ده انك تكون جملة صح بمختلف انواعها، سواء جملة خبرية او امرية او حتى جملة استفهامية، وكمان جملة تعجب، انك تقول جملة صحيحة من غير اخطاء، وكمان انك تستخدم الانجليزي في التواصل مع الغير، سواء تواصل مكتوب يعني هكتب انجليزي او تواصل منطوق، ازاي ان انا اوصل اللي انا عاوز اقوله للي قدامي بدون اخطاء وبشكل صحيح، وكمان افهم اللي قدامي لما يجي يتكلم. فالكورس ده مهم جدا ولازم تتعلمه. احنا هنبدأ من البداية خالص، من اول اجزاء الكلام. اجزاء الكلام في الانجليش ممكن تكون اسم، وممكن تكون فعل، وممكن تكون حرف جر، وممكن كمان تكون صفة او ظرف او اداة او رابط، وكل الحاجات دي هنعرفها في حصة النهاردة. اولا الاسم. اسم يعني noun، اسمه كده بالانجليش noun، noun. واحيانا بتشوف الكلمة وبين قوسين جنبها كده ان، الان دي يعني الكلمة دي noun، نوعها noun، نوعها اسم. الاسم هو ممكن يكون اسم شخص زي علي ومنى واحمد ومحمد، ممكن يكون اسم حيوان زي lion، اسد، cat، قطة، dog، كلب، وممكن يكون اسم جماد زي door، باب، وزي window، شباك، وزي chair، كرسي، table، منضدة، وهكذا. كل الحاجات دي أسماء. الاسم بقى ممكن يكون مفرد وممكن يتجمع، ودي الحاجة الوحيدة في الإنجليش اللي بتجمع، لأن في ناس أحيانا بتخطأ وممكن تجمع الصفات، وده طبعا غلط كبير في الإنجليزي. أنا ما بجمعش في الإنجليزي إلا الاسم فقط، وكمان في بعض الأسماء ما ينفعش أجمعها، وكل الحاجات دي طبعا هنقولها بالتفصيل في الكورس ده. زي ما قلت لك الكورس ده هنقول فيه كل حاجة بأمر الله في الإنجليزي. في اسم مفرد في الإنجليزي زي أبوي، ولد، ولد واحد، ممكن أجمعه وأقول بويز، أولاد، يبقى في اسم مفرد واسم جمع. أبوك، كتاب، ممكن أجمعها وأقولها بوكس، كتب. خلي بالك من حاجة، إن في المفرد بحط أ أو أن قبل الاسم المفرد، ما ينفعش أحطهم قبل الاسم الجمع، ودي معلومة عاوزك تاخد بالك منها. مفيش حاجة في الإنجليش اسمها أبويز، أبوكس، أن إجز، غلط، لأن أو أن يعني ون، فما ينفعش أقول ون بويز، واحد أولاد. ما ينفعش في الإنجليش تحط أ أو أن مع الاسم الجمع. آ أو آن بيتحطوا قبل الاسم المفرد فقط، وبرضه هقولك مش أي اسم مفرد ممكن نحط قبله آ أو آن لما نيجي نشرح الكاونتبل ناونز والأنكاونتبل ناونز، الأسماء اللي بتتعد والأسماء اللي ما بتتعدش. يبقى خلي بالك هنا آ أو آن قبل الاسم المفرد. هنا لما أنا جيت أجمع الكلمة قلت أبوي، طبعا شلت آ خلاص، قلت بويز، أبوك قلت بوكس، آن إيج قلت إيجز. خلي بالك أنا جمعت إزاي؟ عند الجمع بأضيف حرف S، أحيانا بضيف AS، وأحيانا بيبقى الاسم آخره Y وبقلب الواي لأي وأضيف AS. وبرضو زي ما قلت لك النهاردة مفيش أي تفاصيل هنقولها، النهاردة بس بنتكلم على مفاهيم أو على عناوين فقط. أبوي بويز، أبوك بوكس، and egg eggs. عشان كده قايل لك ولسه هنشرح كيف نجمع الاسم.
كل الحاجات دي هنقولها بالتفصيل ان شاء الله، زي بالظبط لما قلت لك ان في اسماء لا تجمع برضو هنشرحها بالتفصيل. تاني حاجة من اجزاء الكلام هو الضمير، يبقى في اسم وفي ضمير. الضمير اسمه pronoun pronoun pronoun، شايف noun اسم هقولها pronoun ضمير. ببساطة الضمير بيدل على اسم وبيحل محله، بدل ما اقول الاسم اقول ضمير بيعود عليه. طبعا الضمائر في الانجليزي انواع كتير جدا، في ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، ضمائر الملكية، ضمائر المنعكسة وهكذا. بس اهم واشهر انواع ضمائر هو ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل هي دي لازم تعرفها، انا اي، انا اي، ولما تيجي تكتب اي دي لازم هتتكتب كابيتال، اي كابيتال، سواء جت في اول الجملة او في نص الجملة او في اخر الجملة ما ينفعش تكتبها سمول ابدا. هو يعني هي، وطبعا اقصد بيها مفرد مذكر يعني واحد، هي، وهي يعني شي، اقصد بيها مفرد مؤنث يعني واحدة. هي وشي لازم استخدمهم للانسان، ما ينفعش استخدمهم على قطة او على كلب او على حصان او على اسد، ما ينفعش استخدم هي او شي ليهم. لكن الغير العاقل او غير الانسان بستخدم لي حاجة اسمها ات، دي هو او هي اللي غير العاقل، اقصد بغير العاقل يعني غير الانسان. اي حاجة غير الانسان قول عليها ات، بس خلي بالك لازم تكون مفرد، يعني ما ينفعش تستخدم ات للجمع، بمعنى لو مجموعة قطط ما ينفعش اقول عليهم ات، اتكلم على القطة بس واقول ات، لكن مجموعة قطط زي ما قلت لك ما ينفعش ات، هستخدم they، هنتكلم على they دلوقتي. انت او انتي او انتم يو هنا ينفع اخاطب بيها واحد واقول له انت يو، وينفع اخاطب بيها واحدة واقول لها يو انتي، وينفع اخاطب بيها مجموعة سواء ولاد او بنات مذكر او مؤنث واقول لهم يو انتم، وتنفع كمان انتن يو. نحن بقى يعني وي اللي هو انا وانت او انا وانتو، نقول كده وي نحن. هم يعني زي دي تنفع للعاقل وتنفع لغير العاقل، اي جمع مش موجود معانا نقول عليه زي هم زي. يبقى السبع ضمائر دي هي ضمائر الفاعل، لازم تكون عارفها كويس. اي هي شي ات يو وي they. خلي بالك انا بقول they بطلع فيها لساني، لان في ناس كتيرة جدا بتقولها زي، ده غلط، they. بص بقى معايا لما قلت لك ان الضمير ممكن يجي مكان اسم، يعني ايه؟ يعني الجملة دي بتقول احمد is good، احمد بيكون جيد، احمد ده ولد كويس. طيب الاسم هنا احمد ده ممكن اجيب مكانه ضمير، يبقى الاسم ممكن اشيله واحط مكانه ضمير عادي خالص في الانجليش. الضمير اللي هيتحط هو ضمير فاعل اللي هي السبع ضمائر اللي احنا قلناها، السبع ضمائر دي اللي هي ضمائر الفاعل دي هي اللي ينفع تتحط مكان الفاعل. طيب احمد هنحط مكانه اي ضمير من السبعة؟ احمد ده طبعا مش انا، واحمد ما ينفعش هي، واحمد ما ينفعش نحن، احمد يتقال عليه هو، يبقى هشيل احمد واحط he is good. خلي بالك انا شلت الاسم وحطيت مكانه ضمير، هو ده الضمير يتحط مكان الاسم ويدل على الاسم. هي هنا بتدل على احمد، بتشير الى احمد، اقصد بيها احمد. كذلك هنا منى is good، منى جيدة، ممكن اشيل منى واحط هي، she is good، هي جيدة، يبقى هنا شي ضمير جه مكان الاسم منى. احمد and منى are good، احمد ومنى كويسين، ممكن احمد ومنى اقول عليهم they، هما they are good، هما كويسين. وزي برضو علي and I are happy، انا وعلي سعداء. طيب انا وعلي نقول بدل مننا we are happy، نحن سعداء، يبقى هنا we جت مكان علي. and هنا the cat runs fast، القطة بتجري بسرعة، القطة دي اقول عليها it، لان it لغير العاقل، للمفرد غير العاقل غير الانسان، اقول it runs fast، هي بتجري بسرعة. لكن زي ما قلت لك لما اقول cats ما اقولش اقول cats
it. لا cats القطط اقول بدل منها they هم. cats run fast القطط بتجري بسرعة. they run fast هم بيجروا بسرعة. زي ما قلت لك ده نوع واحد من انواع الضمائر وهو ضمائر الفاعل. في انواع كتير جدا للضمائر هنشرحها كلها ان شاء الله في الكورس ده. بعد كده هنتكلم على الفعل. الفعل برضو من اجزاء الكلام، قلنا الاسم والضمير وتالت حاجة الفعل. الفعل اسمه verb. 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 عشان كده هتلاقي بعض الكلمات وجنبها قوسين ومكتوب جوه القوسين حرف V. V هنا يقصد ان الكلمة دي نوعها verb. فعل. الفعل بقى بيدل ان في حاجة حصلت والحاجة دي حصلت في وقت معين سواء ماضي او مضارع او مستقبل. ان انا مثلا اكلت يبقى ادي الحاجة اللي حصلت وحصلت في الماضي، او ان انا باكل يبقى ادي الحاجة اللي بتحصل دلوقتي، او ان انا هاكل او سوف اكل ودي الحاجة اللي بتحصل في المستقبل. يبقى زمن الفعل حاجة من ثلاثة، ماضي او مضارع او مستقبل. ويعتبر الفعل ده هو اللي فيه اكتر كلام بالنسبة للجرامر هيكون في الفعل. الفعل بقى ممكن يكون فعل اساسي او فعل رئيسي اللي احنا بنسميه main verb، وده بيعبر عن حدث، عن حاجة بتحصل. بلعب، باكل، بجري، بنام، بقرأ، بكتب. وفي فعل مساعد اللي هو الهيلبينج فيرب، والفعل المساعد ده بيسبق الفعل الاساسي عشان كده بنسميه فعل مساعد. شوف الجمل دي كده، الفعل بلاي هنا فعل اساسي. I play ده مضارع. I play tennis انا العب تنس. She plays tennis هي بتلعب تنس. We played tennis نحن لعبنا تنس. هنا الفيرب play فيرب اساسي main verb فعل اساسي، والفعل الاساسي ده جه مضارع وجه ماضي، مفيش معاه فعل مساعد. مفيش فعل مساعد جه قبل play. she plays tennis ضمير فعل اسم. ضمير فعل اسم pronoun verb noun. we played tennis نحن لعبنا تنس فعل اصلي play. الفعل الاساسي ده لو سبقه فعل مساعد هيبقى حاجة من ثلاثة، يا اما مصدر يا اما فعل به اي ان جي يا اما تصريف ثالث. وهشرح لك دلوقتي يعني ايه مصدر ويعني ايه فعل مضاف له اي ان جي ويعني ايه تصريف ثالث. هنا will. will ده فعل مساعد. I will play انا سوف العب. خلي بالك ان مع will الفعل جه مصدر، مصدر يعني بدون اضافات، هتكلم عليه دلوقتي. هنا بقى I'm eating انا اكل. خلي بالك هنا الفيرب ضفنا له ing عشان جه مع am. هنا بقى الفيرب بقى eaten. I have eaten انا اكلت بقى تصريف ثالث عشان جه مع have. يبقى الفيرب الفعل الاساسي لما يجي قبله فعل مساعد هيبقى حاجة من ثلاثة، يا اما مصدر يا اما هنضيف له ing يا اما تصريف ثالث. طيب هل انا بمزاجي اخلي الفعل مره مصدر ومره مضاف له ing ومره تصريف ثالث؟ لا مش بمزاجك، وهنقول الكلام ده دلوقتي. هي بقى تصريفات الفعل. الفعل في الانجليزي ليه ثلاث تصريفات، التصريف الاول والتصريف الثاني والتصريف الثالث. بالنسبه للتصريف الاول هو المضارع البسيط. لما نيجي نتكلم على البريزنت سمبل هنقول ان البريزنت سمبل المضارع البسيط هو التصريف الاول للفعل. التصريف الاول ده انا ممكن اضيف له اس او اي اس لما يجي مع هي وشي وات والاسم المفرد، ده بيضاف للتصريف الاول بس، يعني ما ينفعش التصريف الثاني او الثالث اضيف له اس. التصريف الثاني هو زمن الماضي البسيط. الماضي هو التصريف الثاني للفعل، يعني اجيب التصريف الثاني كده واقول ده الماضي. اما بقى التصريف الثالث ده مش زمن، ده بيستخدم في زمن او داخل زمن اللي هي الأزمنة التامة، لما اجي اتكلم بعد كده على المضارع التام او على الماضي التام، او لما اجي اتكلم على المبني للمجهول وحاجات تانية كتير هستخدم فيها التصريف الثالث. هناخد مثال لثلاث افعال. الفعل play يلعب التصريف الاول play سميته present المضارع، والتصريف الثاني سميته past الماضي played play played. اما بقى الباست participle او التصريف الثالث اللي بنقول عليه pp، p اختصار past و p اختصار participle. الباست participle التصريف الثالث played زي التصريف الثاني هنا
play played played play played played. التصريف الأول المضارع البسيط play، والتصريف الثاني هو الماضي البسيط played، والتصريف الثالث played. الفعل go يذهب، التصريف الأول أو المضارع go، أما التصريف الثاني أو الماضي went، أما بقى التصريف الثالث gone. go went gone go went gone. تعال بقى على verb to be. التصريف الأول am is و are، التصريف الثاني was were، والتصريف الثالث been. الفيرب ده فيرب مهم جدا في الإنجليزي اللي هو verb to be، ومعناه يكون. am و is و are معناهم يكون. طب ايه الفرق بينهم؟ هنقولهم بعد كده ان شاء الله. was were معناهم كان، و been ده التصريف الثالث. am و is و are was were been. المضارع am و is و are، والماضي was were، والتصريف الثالث been. ده مثال لثلاث أفعال، وكل فعل ليه ثلاث تصريفات. الفعل اللي ليه تصريفين اتنين بس هيبقى ناقصه تصريف، وهنسميهم الأفعال الناقصة لأن ليهم تصريف أول وتصريف تاني، ماضي ومضارع وملهمش تصريف تالت. دي كانت ببساطة يعني إيه تصريفات الأفعال. طيب يعني إيه فعل في المصدر؟ طبعا الكلمة دي أو الفعل في المصدر دي أنت هتسمعها مني كتير جدا طول الكورس، ممكن في كل حصة هنقولها. الفعل في المصدر أو الانفينيتيف. الفعل في المصدر الفعل بدون إضافات وبدون تصريفات. يعني مثلا بي ده المصدر، verb to be. بي ده المصدر اللي هو يكون. التصريف الأول منه am و is و are، والتصريف الثاني was و were، والتصريف الثالث بين. خلي بالك من المصدر، المصدر ده مش مضارع ولا ماضي ولا تصريف ثالث، لان في ناس كتير قوي بتقول ان المضارع البسيط بيتكون من المصدر. غلط، المضارع البسيط بيتكون من التصريف الاول. احيانا بنلاقي ان المصدر غير التصريف الاول، لكن 99% من الحالات بيكون المصدر زي التصريف الاول بالظبط. المصدر مثلا play، والتصريف الاول play played played. مثلا eat، التصريف الأول eat، التصريف الثاني at، التصريف الثالث eaten فعلا. لكن في أفعال معينة بيكون المصدر غير التصريف الأول، زي verb to be. المصدر اسمه be، المصدر اسمه be، وهو بدون إضافات وبدون تصريفات. مثال تاني من verb to have. المصدر have، المصدر have، والتصريف الأول يا إما have أو has، في فرق بينهم هنقوله بعدين. والتصريف الثاني had، والتصريف الثالث had. يبقى المصدر have. لما أقول لك هات المصدر من verb to have هيبقى have، والتصريف الأول have و has، والتصريف الثاني had، والتصريف الثالث had. المضارع have و has، التصريف الأول والتصريف الثاني had. خلي بالك بقى الكلام اللي هقوله دلوقتي مهم جدا، لان في ناس بتوصل مراحل متقدمة ويقول لك I'm play وده غلط، او يقول لك she doesn't goes، او يقول لك he didn't wrote، او يقول لك I wasn't eaten، او I wasn't at، والكلام ده غلط تماما. خلي بالك من الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. في ثلاث افعال كده كبار في الانجليزي، verb to be و verb to do و verb to have. verb to be يعني المصدر be، verb to do يعني المصدر do، verb to have يعني المصدر have. تعال على verb to be. verb to be ده هيكون am و is و are في التصريف الأول، was و were مثلا في الماضي، التصريف الثالث been، المستقبل بتاعه will be. ده كله verb to be. المهم انك لما تشوف verb to be اللي هو am و is و are was و were و been و will be والكلام ده كله، لما تشوف verb to be لازم تضيف للverb ing. بس خلي بالك طالما الكلام مبني للمعلوم مش مبني للمجهول، ما تشغلش بالك بالمبني للمجهول دلوقتي. انت المهم لما تشوف verb to be هتضيف للverb ing، يعني لما تشوف am ومعها فعل هتضيف للفعل ده ing، او is او are او was او were او been او will be. اي حاجة من verb to be، اي حاجة جاية من verb to be هنضيف للverb ing. يعني مثلا I am reading، خلي بالك انا ضفت ing عشان am verb to be موجودة. She has been playing، انا ضفت ing للverb play علشان الverb ده جه مع been، وbeen دي من verb to be. They will be sleeping، ضفت ing للverb علشان
الفيرب ده جه معاه في الجملة verb to be. We were eating. ضفت للفعل eat ing علشان وير موجودة من verb to be. يبقى verb to be لما تشوفه وجي معاه فعل، الفعل ده اوتوماتيك هتضيف له ing، بس الفعل ده يبقى ورا verb to be على طول. Been playing, were eating, be sleeping, am reading. وخلي بالك ما تضيفش ing الا للفعل. معلش انا عارف ان الكلام ممكن يكون بديهي جدا، ولكن انا بمشي معاك من الصفر. ال ing بتضاف للverb، ما تضيفش ing لاسم او لصفة ولا الكلام ده خالص. ال ing بتضاف للverb. verb to do بقى ده اللي بتستخدم معاه فعل في المصدر. لما تشوف do او does او did، التلاتة دول اسمهم verb to do. لما تشوف do او does او did، لما تشوف do او does او did، استخدم فعل في المصدر معاهم. خلاص هقولها تاني، استحملني. لما تشوف do او does او did، استخدم فعل في المصدر معاهم. انا اعدت الكلام ده كتير لان الكلام ده مهم جدا وبنقع فيه. لان نقول she doesn't goes، او نقول he didn't played. كلام ده غلط تماما. شفت do او does او did، استخدم فعل في المصدر، وقلنا فعل في المصدر يعني بدون اضافات. شوف هنا we don't go to school، استخدمت go فعل في المصدر بدون اي اضافات لحاجة قبله ولا حاجة بعده. فعل في المصدر علشان do موجودة، do او does او did بستخدم معاها فعل في المصدر. verb to have بقى لما اشوفه استخدم معاه تصريف ثالث. verb to have اللي هو have وhas وhad. have has had، have has had. لما تشوف حاجة من التلاتة دول وجي معاها فعل، بتستخدم معاها تصريف تالت. يعني مثلا she has gone. خلي بالك انا قلت gone، ما قلتش go تصريف اول، ما قلتش went تصريف تاني، لا انا استخدمت التصريف التالت gone علشان has موجودة. have وhas وhad هكمل بعدها بتصريف تالت. لو انا هحط فعل هجيب تصريف تالت. she has gone home، she has gone home، استخدمت تصريف تالت. باختصار شديد احنا ممكن نقول عندنا تلات فرق: فريق ال ing، وفريق المصدر، وفريق التصريف التالت. فريق المصدر هو do does did، فريق ال ing هو verb to be am is are was were be will be been، فريق التصريف التالت هو have has had. خلي بالك من الجزئية دي جدا. رابع حاجة بقى من أجزاء الكلام هي الصفة. الصفة دي بتصف اسم، يعني بتصف أحمد، بتصف the ball الكرة، بتصف the wall الحائط، the pen القلم، chair الكرسي. الصفة بتصف اسم وليها مكانين. الصفة ممكن تيجي قبل الاسم، وخلي بالك ده عكس العربي. يعني انت في العربي بتقول بقول رجل سعيد، لكن انا في الانجليش اقول happy man، رجل سعيد. اجيب الصفة الاول، انا بصف الرجل انه سعيد، يبقى happy دي صفة مش اسم. مفيش حد اسمه happy، مفيش حاجة اسمها happy سعيد. happy man رجل سعيد، ما اقولش man happy. الصفة قبل الموصوف، الصفة قبل الاسم اللي بتصفه. tall boy اجيب الصفة قبل الموصوف. nice girl بنت جميلة او بنت لطيفة. شوف انا في العربي قلت بنت الاول وبعد كده جبت الصفة، لكن في الانجليش هجيب العكس، هقول nice الاول، nice girl الصفة قبل الموصوف، لان دي بتوقع كتير جدا من اطفالنا اللي لسه بادئين يتعلموا يكتبوا. يقولك بنت جميلة تبقى girl. الكلام ده غلط يا بابا، الصفة بتيجي قبل الموصوف، بتجيب الصفة الاول. الانجليزي عكس العربي بتقول tall boy الصفة الاول. وبرضو الصفة ليها مكان تاني وهو بعد verb to be. فاكر verb to be اللي هو am is are was were، الصفة بتيجي بعده. يعني بص للجملة دي she is nice، ادي is ادي verb to be وجبت nice بعدها. we are cold جبت الصفة بعد are، we are cold يعني احنا بردانين. I'm fine انا بخير جبت الصفة بعد am، بعد is، بعد are، بعد verb to be، ولو في was او were او will be والكلام ده verb to be كله اجيب الصفة بعده. يبقى الصفة ليها مكانين، قبل الاسم اللي بتصفه وبعد verb to be. وطبعا الصفة اسمها adjective، adjective adjective. علشان كده احيانا بجيب لك الكلمة وبين قوسين a d j،
يعني الكلمة دي adjective صفة. أما بقى الظرف اسمه adverb. 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 فبيجيب لك الكلمة وبين قوسين A, D, V. يعني الكلمة دي adverb. ظرف. الظرف هو الحال. الظرف أو الحال ده بيصف الفعل نفسه. وبيجي بعد الفعل. مش بيصف الاسم. الصفة هي اللي بتصف الاسم. انت هتصف احمد، هتصف محمد، هتصف منى، هتصف الولد، هتصف البنت، هتصف الكرة، هتصف المباراة، بتصف اسم بتستخدم صفة. لكن بقى هتصف اللاعب نفسه او الكتابة نفسها او القراءة او الكلام، هتصف الحاجة اتعملت ازاي، هتصف الفعل بتستخدم ظرف. وبتجيب الظرف بعد الفعل. الظرف بعد الفعل مش قبل الفعل. run quickly. run فعل بمعنى يجري. quickly بقى ظرف بمعنى بسرعة. يجري بسرعة. هنا الظرف ده وصف الفعل ده، والظرف جه بعد الفعل. قلت الفعل الأول وبعد كده الظرف. كذلك speak loudly، يتحدث بصوت عالي. speak ده الفعل، loudly ده الظرف. الظرف بيجي بعد الفعل. ما ينفعش أقول loudly speak، ما ينفعش أقول quickly run، لا، بجيب الظرف بعد الفعل. الظرف ليه مكان تاني. لما يجي الظرف مع صفة بيجي الظرف قبل الصفة. هنا الصفة hot يعني حر. أقول كده extremely hot. extremely ده ظرف معناه للغاية. extremely hot يعني حر جدا، حر للغاية. هنا جبت الظرف قبل الصفة. إذن الأدفرب الظرف بيجي بعد الفعل أو قبل الصفة. بعد كده عندي حرف الجر رقم 6 البريبوزيشن. حرف الجر بتلاقي كده الكلمة وبين قوسين prep P-R-E-P. prep دي اختصار preposition يعني حرف الجر. ببساطة شديدة حرف الجر هو كلمة بتأتي مع الاسم أو الضمير لتبين علاقته بكلمة أخرى، زي حروف الجر دي by, in, on, to, for, with, of، وحروف جر كتير جدا في الانجليزي. حروف الجر في الانجليزي بتعمل تريكات كتير جدا لانها احيانا بتلخبط. She goes to school by car. الجملة دي فيها حرفين جر to وby، الى وبواسطة. حرف جر وحرف جر. preposition preposition. She goes to school by car. هي تذهب الى المدرسة بالسيارة. طيب تعال بقى نبص لأجزاء الجملة دي. she pronoun ضمير، goes يذهب verb فعل، to preposition حرف جر، school المدرسة noun اسم، by preposition حرف جر، car السيارة noun اسم. سابع حاجة من أجزاء الكلام هي الروابط conjunctions. conjunctions يعني الروابط، والروابط دي بتصل بين كلمة وكلمة، يعني بتربط بين كلمة وكلمة أو بين جملة وجملة، اسمها الروابط، بتربط جملتين ببعض أو كلمتين ببعض. والروابط أنواع كتير جدا في الإنجليش، أشهرهم and يعني و. لما أقول أحمد and علي، or يعني أو. لما أقول I didn't see، أنا ما شفتش منى or هبة. but يعني لكن، when يعني عندما. دي أمثلة للروابط، والروابط كتيرة جدا في الإنجليش هنتكلم عليها طبعا كلها. بعد كده عندي الأدوات articles. articles الأدوات في الإنجليزي ثلاثة، ممكن a و an و the. a و an و the دول أدوات. a و an أدوات نكرة، و the أداة معرفة. عشان أشرح a و an و the هيبقى في فيديو مفصل ان شاء الله. الحصة بتاعت النهاردة هي حصة تمهيدية بتكلم فيها على اجزاء الكلام، اعرفك ان اجزاء الكلام ممكن تبقى اسم، وممكن يبقى ضمير، وممكن يبقى فعل او ظرف او صفة او اداة او رابط. noun pronoun verb adverb adjective article conjunction. ودي اجزاء الكلام في الانجليزي. الكلام ده ان شاء الله كله هنشرحه بالتفصيل من اول الحصة الجاية. الحصة بتاعت النهاردة كانت مقدمة تمهيدية. لو انت ما فهمتش منها حاجة ما تقلقش. لو لقيت ان الكلام كتير وكبير عليك برضو ما تقلقش، لان كل الحاجات دي هنشرحها بالتفصيل في حصص كتير جدا، لان احنا مكملين الكورس ده، هيكون كورس
كبير وممتد ومبسط جدا على فكرة. ياريت بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو ما كنتش لسه اشتركت في القناة علشان تتابع كل حصص الكورس ان شاء الله، وعلشان تدعمنا نكمل. لو الفيديو ده عجبك ياريت تعمل لايك للفيديو وشير وسط اصحابك علشان تعرفهم ان في كورس هنعمله هنا من البداية خالص حتى الاتقان والاحترام. واقول لك بقى احنا خلصنا خلاص، مع السلامة، اشوفك قريب جدا في الحصة الجاية. جود باي.